عطيني طول حس المواطنين تستعملي وسائل نقل عيشه ولا تخزر مترو ها او خرج مترو هذا يضرب ساعه واقف لهنا للعباد تولي كل بطاطا فوق بعضها وبعد باش يخرج هو من برا الله اعلم ربع ساعه نصف ساعه باش يجيك مترو واحد اخر. انا نخدم 8 نص هكا تخزر لي وما زلت ما هاو تاو 9 وانا ما زلت في المحطه لا ترو علاش هذا كل احترام يقولوا خو ما فماش معناتها مسؤولين ما فماش واحد تقام في وسط الباساج غاديك تقام للشيف ديكار وكل شيء تقام يحكي ويفذكوا يلعبوا شوفره معاه والمواطن تقاه واقف d'accueil du réseau. Khatr fil tronçon central kan ritouh el réseau nta3na el kollu yahbet fil tronçon central li ma ykhdni yismahnach bach n3adiou akthar min 1 metro toutes les 4 minutes. Fi hal el mashrou3 hadia nta3 el réaménagement nta3 el place Barcelone w el ma3naha el تصليح تنجم تقول البوكل سنترال يحسن لي فريكونس وتنجم في المترو ما عندناش نقص في لي رام دو مترو ما عندناش عندنا لي مترو لا ما فماش نقص في الاسطول النقص الكبير في الاسطول هو في الحفلات الشركه خاطر ما شريتش حفلات منذ سنه 2010 وهي المفروض تشري من 2010 اليوم حقها شريت 582 حفله لحظه برك ما شريتهمش علاش خاطر فما معناها نسبي فينانسي نتاع الشركه اللي هو تنجم تقول تعب معناها عندها في وضعيه ماليه حرجه اللي خلتها ما تجددش الاسطول، الاسطول عمره المعدل العمر 8 سنين ويمكن 8 شهر، الثلث نتاعو عمره اكثر من 10 سنين، توا تقول لي شنو اللي نجموا نعملوا باش نحسنوا هالوضعية اللي هي خايبة وسمعتوا انتم الناس الكل قال وضعية النقل خايبة فما اقتناء حافلات جديدة الشركة أعلنت عن طلب عروض لاقتناء 120 حافلة جديدة بهذوما الإعلان طلب العروض صار أما من نجم ندخلوا أول حافلة كان تقريب في فيفريي مارس 2016 فما مقترح آخر قد قدمت به شركة نقل تونس للوزارة هو يخضع للترخيص من رئاسة الحكومة هو اقتناء حافلات مستعملة خاطر توريد الحافلات المستعملة يخضع لها الترخيص هذا احنا شفنا فيما تجربة صارت في الشركة الجهوية للنقل بصفاقس وصار تقييمها التجربة هذه والتجربة هذه ناجحة المواطنين فرحانين لي كوندكتور معناها لي شوفور فرحانين الشركة فرحانة دونك الأطراف الكل اللي دخل في الموضوع هذا كلهم 98 حافلة التقييم إيجابي في الجوانب نتاعو الكل.